بوجهه فهو الكريم يجيب من ناداه، هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن ليس العيون تراه، حجبته أسرار الجلال فدونه تقف الظنون وتخرص الأفواه، صمد بلا كفء ولا كيفية فما الأشباه والنظراء. سبحانك ربنا وحدك لا شريك لك، لك سجود أوجه وجباه. يا سيد الكونين يا علم الهدى، يا من سمى السبع الطباق من العلا ودنا وكلم ربه وتشرفا، أنت الذي وطئ البساط بنعله وبخلعه في الطور موسى كلفا. الله زان محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما، واختصه في المرسلين كريما ذو رأفة بالمؤمنين رحيما. صلوا عليه وسلموا تسليما، تفوزوا بالصلاة عليه فوزا عظيما. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن في ليلة التكريم والوداع لوالدنا الحبيب الحاج مصطفى سالم عميد الواجب بجمهورية مصر العربية، بعد أن كرمه رب العالمين وأرحم الراحمين، نسأل الله أن يجعله من السابقين على حوض سيدنا النبي، وأن يجمعنا به في مستقر رحمته ودار مقامته. مشاركة لأبنائه الأكرمين أعلام دولة الواجب باسم الكابتن علي مصطفى سالم وباسم الأستاذ عماد مصطفى سالم والأستاذ محمد مصطفى سالم وباسم السيد المهندس عاطف مصطفى سالم والأستاذ سالم مصطفى سالم وباسم والدنا الحاج العربي أبو إسماعيل عميد الواجب بجمهورية مصر العربية، والذي كان لا يفارق الراحل الكريم في أي بلد ولا محافظة محافظات الجمهورية في الواجب طيلة حياته، وباسم الحاج محمد نجاتي الشحات والسيد المهندس ياسين عبد الحكم وباسم الأستاذ الدكتور سامح محمد محمد عبد الله جبار. اتقدم باسم الاستاذ محمد امين جبر لحضراتكم جميعا، لكل السادة العمد والمشايخ والعائلات ورجال وزارة الداخلية والقوات المسلحة المصرية وقطاع البترول بجمهورية مصر العربية، لحضراتكم جميعا باسم ايات الشكر والتقدير، شكر الله لكم سعيكم جميعا، وادعو الله ان لا يريكم مكروها في عزيزنا ابدا. في ليلتنا التي ينقلها لحضراتكم من هذا الصرح الكبير من شركة الوزير العالمية للحفلات الكبرى بالجمهورية تحت ادارة السيد المحاسب محمد نبيل متولي رئيس مجلس الادارة والمقيم بمنزل الحياة بالشرقية، ومن هندستنا الدولية الاذاعية المتميزة بكل محافظات الجمهورية حاج محمد الخولي واولاده بالعوزجة مركزية، ومن كاميرا عميد المصورين بالجمهورية الاخ الحبيب المهندس ناصر صلاح وابنائه الاعلام الزقازيق، وخدماتنا الفندقية المتميزة على مستوى الجمهورية المتر السيد أديب بالمحمودي. عود حميد إلى مأدبة الله في أرضه، القرآن الكريم زاد لا ينفد ومدد لا ينقطع وجواب شاف لا يخلق عن كثرة الرد، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. امتداد الجامعة القرآنية العريقة الكبرى لقراء الوطن العربي جامعة فضيلة مولانا الشيخ شحاتة محمد علي، يتلو علينا من بين طيئات كتاب رب العالمين نجه العلم القرآني الكبير الشيخ محمود شحاتة محمد علي، يتفضل مشكورا، سائلين الله لفضيلته التوفيق وأن ينفعنا بتلاوته. الشيطان الرجيم.
الرحمن الرحيم. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الليل ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. قال إن تسخروا منا فإن كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب ويحل عليه عذاب مقيم.
فلا تبتئس بما كانوا
فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب فسوف تعلمون فسوف
فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب النور
وما الرحيم
غفور رحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. تجري بهم في موج كالجبال وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزلي يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. يا بني اركب
معنا ولا تكن مع الكافرين. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. وحال بينهما الموت فكان من المغرقين. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل
وهي تجري بهم في موج كالجبال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين من أمر الله إلا
الصادقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. وغيض الماء واستوت على الجود. وقيل بعدا للقوم الظالمين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود. وقيل بعدا للقوم الظالمين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود. وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي
إن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين وأنت أحكم الحاكمين ونادى وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام قيل يا نوح اهبط بسلام
اهبط بسلام منا وبركات عليك. قيل يا وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. تلك من فاصبر إن العاقبة للمتقين. صدق الله العظيم. صدق الله وصدق آياته في القرآن.
وتجلت في الخلق والأكوان، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. لما تيسر من تنزيل الله على سيد الأنبياء، ومن آيات سورة هود، ومن أخبار السماء، أمتعنا بصوته الندي وأدائه التقي الشجي العلم القرآني والنجم الإذاعي الكبير الشيخ محمود شحأتة محمد علي، إلى فضيلته جزيل الشكر، إلى حضراتكم جميعا في ليلة التكريم والوداع للوالد والعمد الكريم الحاج مصطفى سالم، بعد أن كرمه رب العالمين وأرحم الراحمين، مشاركة لأبنائه الكابتن علي مصطفى سالم والأستاذ عماد مصطفى سالم والأستاذ محمد مصطفى سالم والسيد المهندس عاطف مصطفى سالم والأستاذ سالم مصطفى سالم والحاج محمد نجاتي الشحات والأستاذ علي رشدي والسيد المهندس ياسين عبد الحكم، وباسم والدنا الحاج العربي أبو إسماعيل علم الواجب بالجمهورية ورفيق الراحل الكريم في كل واجب بربوع الجمهورية، أشكر لحضراتكم جميعا باسم الأستاذ محمد أمين جبر وباسم علم الواجب الحاج محمود أبو جبان، أتقدم بجزيل الشكر لكم جميعا، كل من شرفنا السيد العقيد شريف عمران مدير الحماية المدنية بشمال سيناء، والسيد اللواء أحمد بيك مصطفى مساعد مدير أمن شمال سيناء، وأتقدم للسيد اللواء مصطفى بيك باز مساعد وزير الداخلية الأسبق وعلم الواجب بالجمهورية، وأتقدم لحضراتكم وكل من شرفنا. أشكر لمعالي السيد العقيد أحمد بيك عوض أعلام القوات المسلحة المصرية، أشكر باسم والدنا الحاج أحمد أبو متولي علم الواجب بالجمهورية، وأشكر للسيد الوزير محمد بيك عبد الحكم وزير الكهرباء بجمهورية مصر العربية، وأشكر لحضراتكم جميعا لمعالي الأستاذ الدكتور جمال الديدموني، وأشكر لوالدنا الحبيب الحاج عبد العزيز السيد عبد العال علم الواجب بجمهورية مصر العربية، وأشكر لكل من شرفنا من قطاع البترول بجمهورية مصر العربية ومن القوات المسلحة المصرية، وأشكر لكل من شرفنا من مديرية أمن شمال سيناء ومحافظة الشرقية، وأشكر لحضراتكم جميعا كل من شرف من العقد والمشايخ والعائلات ورجال الدعوة من الأزهر والأوقاف، شكر الله لكم جميعا سعيكم. تنقل لحضراتكم ليلتنا من داخل هذا الصرح الكبير الذي أعد تحت إدارة شركة الوزير الخيم المكيفة بجمهورية مصر العربية ومتعهد الحفلات الكبرى بالجمهورية، رئيس مجلس الإدارة السيد المحاسب محمد نبيل متولي والمقيم بمنزل حيان مركزيه بالشرقية، هندستنا الصوتية والإذاعية العالمية الكبرى الحاج محمد الخولي وأولاده الأعلام بالعوزجة مركزيه، أما شاشة التصوير الدولية وعمدة المصورين الأخ الكريم المهندس ناصر صلاح والمقيم بالزقازيق بالشرقية، خدماتنا الفندقية المتميزة المتر السيد الديب بالمحمودي بالشرقية. أيها الإخوة المؤمنون، شكر الله لكم باسم الأسرة الكريمة كل من شرفنا بمختلف مراتبكم ومراكزكم، شكر الله لكم سعيكم، وإنا لله وإنا إليه راجعون.